يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صباحنا وصباح الملك لله. حكايتنا ولا ليلة وليلة، وكل ليلة بشكل جديد. قول يا سيدي وسمعني. الفرن هيقفل. انتي يا بنتي سيب اللعبة، اللعبة بتاعتي. هتشوف العيال يا صابرين. لا مو سايبة العب بيها شوية يا اختي. خليها تلعب يا بنتي. ماما يا ماما، ماما يا ماما، ماما يا ماما، رد يا ماما، ماما يا ماما. اتهدوا بقى يا عيال جاية لكم. صابرين انت هتتحولي ولا ايه؟ ماما خلاص اهي صباح البحر. انا قادرة اداري ولا هادي، ولا عارفة مين فينا صح. اكونش انا مخلفة العيال دي كلها؟ محدش بيرد ليه يا عيال؟ اما اقوم اعمل لنفسي فنجان قهوة بقى. سعاد حسني كان في حلم وقالوا خيال. انا فاكره نفسك فاكره الحمامه. هوصل هوصل لو منسيه، وانا ليه اقعد مستنيه. عندي جناح بيرفرف فوق، عندي حياه. حبيبتي انت مش ابوكي برضو عندي ديل؟ عرف جان كفاية لحد كده. انا قلت اللي عندي. يلا يا ولاد. لا الهاب رتبيان يقطينا اولادي. لا الا اولادي. مع السلامة يا حبيبتي. ياه اخيرا هقعد لوحدي. ربنا يجعلك في كل خطوة بلاعة من غير غطا انت وولادك. واد يا سيدي حكايتي. ها قلت ايه؟ اقول لك ايه يا عم، وانت حالك يصعب على الكافر كده. امال عفريت ايه بقى وبتاع ايه؟ لا عندك الزم حدودك. انا عارف جان قائم مقام قد الدنيا. طب حلها يا عم قائم مقام انت. وريني أمارة، وريني هتحلها ازاي. طبعا هحلها. قولي يا عبد صبور انت ايه اكبر مشكلة في حياتك؟ حياتي نفسها. اقولك ايه ولا ايه؟ طيب من غير عاطف بقى ودراما، خليك دغري. ايه مشكلتك؟ مشكلتي مشكلتي بقى يا سيدي ان انا كنت فاكر كتر العيال هيسترنا وهيبقى سند ليا لما اكبر. يعني انا مثلا انا والواد ابني رمزي وبنتي ميرفت شغالين زي الساقية، وبرضو مش ملاحقين على المعايش. مصاريف العيال عايزة فلوس، جواز البيت عايز فلوس، دروس الواد الصغير عايز فلوس. طب تصدق صحتي وصحة مراتي اللي بقت في النازل
برضو عايزة فلوس. يعني بالمختصر انت مشكلتك في الفلوس صح؟ عليك نور، هي الفلوس. يعني انت لولا الفلوس ما كانش هيبقى في ازمة؟ متأكد؟ اه طبعا يا استاذ عرفات. ما انا قلت لك عرفجان ابن راتبيان. ايه ده، انت من عيلة راتبيان؟ دي عيلة زي الفل. ده انا ليه ابن خالتي. ما تخرجش عن موضوعنا. يعني لو معاك فلوس هتعرف تحل ازماتك وكلاكيع حياتك، اقصد تربيتك لعيالك وتعليمك ليهم واحتوائك ليهم. احتواء ايه وكلام ايه؟ ايه الكلام المهم اللي انت بتقوله ده يا عم العفريت؟ انا اللي اعرفه دلوقتي الفلوس بتعمل كل حاجة. انت اضرب مصلحتك. طالما انت شايف الفلوس ممكن تحللك مشكلة ميرفت اللي لسه مش عارف تجوزها، ورمز اللي اتحرم من امه وتربى في حضن مرات ابوه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، انت تعرف الحاجات دي كلها منين؟ لا صحيح، عفريت ابن عفريت. استنى لما كملك. وكمان منال بنتك اللي حلمها تبقى سعاد حسني التانية، ولا احمد نجم الشباب والرياضة؟ ايه ده كله عم؟ ايه ده كله؟ ده انت تعرف حاجات عن عيالي انا ابوهم ذات نفسي معرفهاش. بص بقى يا عم العفريت، كل اللي انا اعرفه دلوقتي ان مشاكلي في الفلوس. اديني انت بس فلوس وهتشوف النتيجة بنفسك. وبعدين انت هتروح فين؟ ربنا يمد في عمرك 3-4000 سنة كمان وتنفعنا من خيرك وعفرتك يا عرفجان يا اخويا. لا انا مش فضيلك، انا عندي اولاد وخرابات مفتوحة. اعمل حسابك ليك عندي 3 امنيات بس. 3 بس؟ ما تبحبح ايدك شوية يا عرفجان باشا. دلوقتي عرفت اسمي صح؟ ماشي، نخليهم 5 يا سيدي ونبدأ حالا. بص يا عبدو، واسمح لي اقولك يا عبدو على طول بقى. انت تقول اللي تقوله، ان شاء الله حتى تقول لي يا صبورتي. حلو قوي. بص يا صبورتي، انا هخليك من اغنى اغنياء البلد، هخلي الفلوس متلتلة معاك. ايوة بقى، هو ده الكلام. قول يا عفرطو يا جميل. هخليك مش عارف تودي الفلوس فين. لا ما تقلقش، ابعت انت الفلوس وانا فرتك لك ابوهم. تمام جدا، بس مش عايز تعرف ايه المقابل؟ لا، بقولك ايه، ما تقلقنيش منك. لا لا، انت دماغك راحت بعيد، مفيش قلق ولا حاجة. انا طلبي في غاية البساطة والسهولة. ما تتكلم يا عم، انت كده قلقتني اكتر. شوف يا صبورتي، اولا انت دلوقتي معاك فلوس ياما، يعني تقدر تشتري بيت اكبر واوسع واجمل، في مقابل انك تسيب الشقة الصغيرة المعفنة اللي انت عايش فيها دي انت وعيالك الكتير دول. يا عم الحد هنا مفيش مشكلة. طب وثانيا؟ لسه اولا، صبرك عليا. هتسيب الشقة بس لازم، خدت بالك من لازم دي؟ خدت بالي، طلع من بقك عسل. لازم تضمن ان محدش يسكنها ولا اي انسي يعتبها، وتسيبونا بقى نرتاح ونتعفرط براحتنا انا والاولاد والمدام. ها قلت ايه؟ يا سلام، بسيطة يا سيدي، طلباتك مجابة. تعجبني. وثانيا؟ هو في ثانيا؟ يا عم انت مالك عمال تتشرط كده وحسستني ان انا العفريت مش انت. اصبر اصبر على رزقك. ثانيا هتاخد دلوقتي اللي هتعوزه من الفلوس، ومعاك 7 سنين و5 امنيات. يا اما تحل مشاكلك وتفضل مفضلنا الشقة القديمة، يا اما ارجعك تاني افقر من الاول. لا لا، ربنا ما يعيد ايام الفقر دي تاني. لايمني انت بس على الفلوس وانا هوريك شطارتي حالا. شبيك لبيك، فلوسك اتحولت في حسابك على البنك. انت هتشتغلني يا عم انت؟ حساب ايه؟ انا ما عنديش حساب في ايتها بنك. ما تقلقش، خلصت لك كل الاوراق. اتفضل يا سيدي. هات كده وريني رصيد حسابك. يا قوة الله يا قوة الله،
اللي هم الخمسين مليون دول يطلعوا قد ايه فلوس عدم لا مؤاخذة يعني؟ ما تتعبنيش معاك يا صبورتي. خمسين مليون يعني خمسين مليون. اللي هو انت اكبر فلوس مسكتها كانت كام صحيح يا عبد الصبور؟ لا انا ما اقولكش يا سيدي، انا مرة الست صباح بعتتني استلم لها 13000 جنيه حتة واحدة. كم؟ 13000 جنيه. طب اسكت يا عبد الصبور، اسكت اسكت، ما تنقطنيش، خلص بقى. قلت ايه؟ هقول ايه يا نجم العفاريت؟ هقول اتفقنا طبعا. هو في كلام بعد كلامك؟ طيب مش هتقولي ايه بقى الاربع امنيات بتوعك؟ لا لا لا، حلمك عليا شوية، ان شاء الله الفلوس بس تخلص كل المصالح دي وهبقى اقولك بعدين. واحنا هنروح من بعض فين؟ اروح انا دلوقتي بقى عشان اظبط دنيتي يا عمنا. لاخر مرة بقولك اسمي عرفجان. اوف، عموما لما تعوزني انت عارف فين هتلاقيني. لا استنى، الاقيك فين؟ في الشقة القديمة. اتفقنا؟ اتفقنا. نقرا بقى الفاتحة. حيلك حيلك، مفيش لزوم نقرا حاجة، انا كلمتي كلمة عفريت، ما تقلقش. حبيب حبيب، يلا مع السلامة. اتفضل اتفضل اتفضل. ايه ايه لا ايه انت لو يلا. طب شوف قد مع بعض. يلا واحد اتنين اتنين تلاتة. ما قفلتش ليه؟ اللي